السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا عندي ملف وورد أريد تحويله إلى ملف بي دي إف بدون الحاجة إلى برامج، فقط من برنامج وورد نفسه. إذا مثلا عندي هذا الملف إكزامان دو فرونسي، سأفتح الملف. إذا لن أحتاج إلى برامج، فقط من ملف الوورد الذي أريد تحويله. أضغط في الأعلى على اليسار على هذه الأيقونة، ثم أضغط على Enregistrer sous، ثم أختار الاختيار الرابع، يعني سأسجل الملف على شكل PDF. أضغط عليه ثم أكتب هنا اسم الملف الذي أريده، Examen de français par exemple PDF، ثم أسجل الملف في المكان الذي أريد، مثلا على سطح المكتب. إذا سنذهب لسطح المكتب وسنلاحظ أن الملف تحول إلى PDF بسهولة كبيرة. إذا العملية بسيطة ولا تحتاج إلى برامج، لا تحتاج إلى تحويل الملف على الإنترنت، فقط من خلال برنامج أو الملف الوورد الذي تريد تحويله. تضغط على Enregistrer sous، ثم تختار خيار PDF ليقوم بالتسجيل على شكل PDF. إذا كما تلاحظون على سطح المكتب ملف PDF هنا Examen de français PDF. أتمنى أن تكون المعلومة قد أفادتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.